الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. فقال له، القائل هو عبد الله بن أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية أسلم رضي الله عنه، وأما أبو جهل فقد مات على كفره، نسأل الله العافية.